المشروع دائما هو قام على جذور نبيلة بالأساس أو مستقلة، يعني كما هي حالتي أو تجربتي، ما دخلت ضمن مجال الجماعة أو القطيع البشري، لكن هو مجال منزه بمعنى أنه هو كتير سيستم عالي المستوى، يعني نخبه هو محدود، يعني لأنه أنا من الصعب أنه أنا أرسم من أجل أرضاء الجمهور، كان الجمهور يعني خلينا نحكي في خفة أو بسيط، فعملي يجب أنه بيرفع فيه من الذائقة أو يعلو به. طبعا هذا في اختلاف بالمناطق، يعني ما بين أنا كنت معارضي مثلا في المنطقة العربية ما بين دمشق بيروت دبي، في خلاف جذري طبعا ما بين باريس ولندن أو نيويورك أو فالنسيا، لأنه ثمة حواضن مجتمعية مختلفة، هنا حواضن ناشئة أو بسيطة أو في بداية طور أنه تركز معلومات عن الفن التشكيل أو اللوحة، أما هناك في مرتكزات قائمة على التربية والمجتمع وجذور بمتاحف والصالات، عدا أنه في بطر. نحن اللوحة أو عملنا بالأساس قام على أنه المكان أو الحاضنة يكون فيه نوع من السلام الكامل أو فيه نوع من الاقتصاد المزدهر أو من البطر الشديد، وهذا من الصعب يعني أن يحدث يعني بهذه المنطقة، هو أخف أو بيزموا الشغل كثير يعني. وأنا تجربتي دائما شهرتي بالأساس تمت عن طريق يعني الخارج، يعني باريس ثم انتقلت إلى العالم العربي، بيروت ودمشق ودبي الآخرين. أنه أنا منذ طفولتي وعمري 16 عام 17 عام ثقافتي بالأساس هي ثقافة يعني نخبوية أو خاصة أو هي منتقات، يعني يعني بيحكي عن من شعر أدونيس محمد المغوط، بيحكي عن تجارب مثلا بيكاسو أو يغونشيلي أو كوشكا، هي تجارب منتقات. يعني أنا ما برسم مثلا خيول، مثلا ما برسم أشخاص مثلا يعني تصور، لا أرتضي لنفسي أنه لوحتي توضع أمام السائبة أو العامة مثلا أو القطيع مثلا، هي محدودة. يعني أنا حتى كثير من المعارض الأخيرة خاصة لا أحضرها شخصيا، يعني صلتي مع المجتمع أو الآخرين أو الجمهور هي اللوحة فقط وليس أنا، فأنا صعب أني أضع ذاتي في استنزاف أمام مجتمع لا يستطيع أن يفقه أو لا يستطيع أن يحلل يعني ماذا يعني الرسم أو ماذا يعني اللوحة. لكن تبقى لنا منافذ ضخمة يعني موجودة عبر العالم، يعني تراكم السمع والخبرات صارت الأمور يعني هي أسهل من البداية، وجود التراكم الزمني يعني أو السمع يعني. وأنا تقصدت أنه مشروع يبدأ منذ العشرينيات، أنه يبدأ من باريس، يعني أنجزت شيء 30 معرض شخصي هناك بين باريس ونيس مارسيليا، بعدين انتقل إلى يكون في لندن وفالنسيا نيويورك ميشيغان سان فرانسيسكو، انتقل فيما بعد إلى العالم العربي، يعني مع وجود المتاحف اللي صارت في الخليج دبي من 15 سنة أو في سوريا طبعا. لكن أنا صرت أكره السفر، أنا لا أحب أن أغادر دمشق أو سوريا، يعني تفاصيلي موجودة هنا، أو الأصح أنه أصبح الأمور لا تستحق يعني هذا البحث. وأنا تقصد في مرات كثيرة أن أنزع ذاكرة من دماغي متعمدا أو متقصدا، يعني بأفراحها بأتراحها، مرة أضع في لوحتي نوعا من الطفولة أو حماقة الطفولة مضافا إليها عبقرية كبرى كاينشتاين مثلا أو عمانوئيل كانت بالعقل المجرد أو فلسفة الضخمة. وحقيقة أنه لوحة إذا ما كانت يعني تدخل بهذا المزاج نسميه عم يدخل يعني بالحالة الخلاسية العرقية، بمعنى عم يأخذ من أي من كل الأشياء دفعة واحدة. فأنا أرى دائما الفنون عموما
يعني واحدة. يعني بفلسفاتها العميقة جدا أو حتى ببداهة الطفولة، يعني هذا المزيج عم يلعب دوره. يعني هو الفن يجب أن يخضع فيه من المرح أو التسلية أو الشغف. يعني أنا أعالج نفسي بلوحتي، بدل أن أذهب إلى أطباء نفسيين أو معالجين نفسيين، أنا مش بحاجة لهذا العالم، لهذا النفاق العالم، لهذا الشغب، لهذا الغوغاء. لوحتي هي علاجي الشخصي، يعني بعزلتي بانتمائي لوحة. تحول فيما بعد أني أكون رسام مشهور أو له سعر بالبورصة بالسوق مثلاً، بمزادات كريستيز أو سوت مثلاً بلندن أو بدبي. أوكي، هذا تحصيل حاصل هذا، لكن منشأ اللحظة هو منشأ طفولي طبعاً، منشأ الشغف أو الحب. أنا أحب أن أكون رسام، يعني أنا لا يهمني أن أكون من عائلة مالكة مثلاً، لا يهمني أن أكون وزيرة مثلاً، لا يهمني أن أدخل في قطاع يعني مجتمعي مع البشر. أنا وحيد، أنا أحب دائماً أن أكون وحيداً. وأنا كانت من الألقاب الجميلة في ذلك الوقت حين كنت شاباً أن يطلق علي الغزال الشارد.